موجز لأهم الأنباء كنقدموه لكم من شوف تي في. أهلا بكم. وعد حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال بالضغط للرفع من نسبة تمثيلية المرأة داخل الحكومة وفي الوظائف السامية. وقال شباط تجمع خطاب يتنظم اليوم بمدينة فاس وحضرته أكثر من 5000 امرأة استقلالية إنه سيواصل الضغط ديالو داخل التحالف الحكومي من أجل الرفع من تمثيلية النساء، لأنه المرأة كتعرض للتهميش والإقصاء في حكومة بن كيران. ويذكر أنه تجمع الخطاب يتنظم مناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. تقرير عن السياحة العالمية أعده المنتدى الاقتصادي العالمي كشف عن خريطة للعالم كتوضح المناطق والدول الأكثر والأقل ترحيب بالزوار الأجانب، واللي جا المغرب في مقدمة الدول الأشد ترحيبا. أما الإمارات فجت كأفضل وجهة سياحية مرحبة بالزوار. حسم اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية موضوع تمثيل المعارضة السورية في قمة الدوحة الثلاثاء المقبل. أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية قال إنه ما زالت هناك مشاورات بشأن تمثيل المعارضة السورية، فيما أفادت مصادر في الجامعة أن وزراء الخارجية سيقرون في اجتماعهم حصول ائتلاف الوطني المعارض على مقعد سوري بالجامعة العربية. في الخبر الثقافي وبالتحديد في أخبار المهرجانات، تم إقصاء منصف بالخياطة وزير الشبيبة والرياضة والمسؤول عن التسويق في جمعية مغرب الثقافات المسؤولة عن تنظيم مهرجان موازين إقاعات العالم، بحيث قال مصدر من داخل الجمعية أنه الدورة 12 من مهرجان موازين غتعرف غياب منصف بالخياطة، والأكثر من ذلك أنه لم يستدعى لحضور الاجتماعات التنظيمية الخاصة بالمهرجان، كما أن الاسم ديالو لم يرد في أي وثيقة. وحسب نفس المصدر فإن مسألة استبعاد وزير الشبيبة والرياضة منصف بالخياط عن المهرجان عنده علاقة بخبر كانت شاع في السابق عن علاقة صداقة اللي كتربط بالخياط برئيس جمعية مغرب الثقافات منير المجيدي. في الخبر الرياضي، بعثة المنتخب الوطني غتقضي ليلتها في أحد الفنادق الفاخرة في العاصمة التنزانية دار السلام قبل ما تشد الرحال مدينة دبي الإماراتية في رحلة غتستغرق حوالي 4 ساعات. وفد المنتخب غادي يحل بمطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء صباح الثلاثاء المقبل، باستثناء اللاعبين المحترفين 8 اللي غادي يتوجهوا للدول الأوروبية اللي كيمارسوا ضمن أنديتها عبر مطار مدينة دبي الإماراتية. وكان جامعة كرة القدم قد حجزت إقامة فاخرة للمنتخب الوطني في أحد فنادق العاصمة التنزانية دار السلام، فيما وضع الاتحاد التنزاني لكرة القدم حافلة من نوع الممتازة رهن إشارة أسود الأطلس. بهذا الخبر مشاهدينا كنوصلوا لنهاية الموجز، لكم أطيب وأرق التحايا من كل طاقم شوف تي في تقنيين وصحفيين. إلى اللقاء.